هاي مشاهدينا، احنا وعدكم مع ايت رايت، وصارت معي ناتالي ياغي. صباح الخير. صباح الخير ستيفاني. كيفك اليوم؟ صباح ماشي الحال. اليوم موضوعنا عن الرياضات الشتوية، صح، وكيف لازم نتناول اذا بدنا مثلا سكي، شو لازم ناكل قبل ما نطلع وكيف لازم نتغذى. صح، اكيد اليوم من بعد هالعاصفه كل الناس اللي بيتزلجوا اكيد عم بيفكروا يطلعوا يعملوا سكي، خاصه انه في مراكز التزلج بلبنان فتحت اليوم، مشان هيك مهم كثير نعرف اذا بدنا نتزلج مزبوط ونعمل سكي ونكون بنشاطنا، وكيف لازم ناكل تنضل اكيد بانرجي كافيه. اول شغله لازم ننتبه لها هي انه كميه المي اللي نحن عاده بنشربها معظم الاوقات بالشتاء ما بنعوز مي لانه ما بنعطش، ولازم نعرف كمان شغله انه الاشخاص وقت اللي بيطلعوا على السقعه وبيوصلوا لمرحله العطش بيكونوا اوريدي وصلوا لنسبه مي كثير ناقصه بجسمهم، يعني فوق ال 5% من المي بالجسم بتكون نقصت، دونك ما لازم ننطر تنعطش تنشرب مي، خاصة هلا كنت عم تقولي لي انه لازم اشرب مي كثير. مزبوط مزبوط، لانه اوقات على بكره بنقوم هيك بنحس راسنا مطوش. مزبوط، قلت لك هيك راسي ما بعرف كيف، قلت لي اكيد مش شربانه كثير مي، قلت لك لا اليوم صح، لانه هلا مشكله الاشخاص خلال فتره الشتاء خاصه هلا بين هلالين المسنين اللي كمان ما بيشربوا مي، لازم ما ننسى انه نشرب مي حتى اذا ما كنا عطشانين. هلا نرجع على السكي، اول شغله لازم نعملها الصبح هي انه ناخذ كميه مي كافيه، على القليله كوب بس نوعها، اذا مقررين انه بدنا نعمل سكي اليوم كبايه مي، ونضل خلال النهار خاصه اذا كانت فتره التزلج اللي بدنا نعملها اكثر من ساعه ونص، لازم كل ساعه نمرق نص كبايه لكبايه مي، لانه مش بس بنعرق، صحيح العضل عم بيستعمل المي كرمال تيقدر اكيد يشتغل، ولكن كمان نحن بس نتنفس بالهواء البارد كمان بنكون عم نخسر كميه مي اكثر من وقت اللي نكون على ارتفاعات اوطى. ليه ما بنشرب كثير؟ لانه تنيدو سكي مش هين الواحد كل شوي يشلح ويرجع يلبسه عرفتي؟ هلا في انه الواحد بيفكر بالقصص البراتيك، واوقات بيتفادى القصص ما يتعذب بعدين. هلا بده ينقي، يا بده يعمل سكي على البرد، الواحد اكيد بده يفوت كمان هنا كثير على التواليت. اذا كان ديهايدريتد او اذا كان عنده جفاف مش بالضروره يعوز يفوت على التواليت، لانه بتكون نسبه المي كثير قليله، وحتى اذا شرب مي كفايه هيدا ما بيعني انه كل خمس دقائق بده يوقف كرمال تيفوت على التواليت، اكيد لا. اهم شيء انه يكون الجسم عنده كميه مي كافيه، لانه اذا ما شرب مزبوط بده يحس بارهاق بسرعه اكثر، ما راح يقدر يكفي سهرته عشيه، لانه جسمه بحاجه لكميه مي كافيه تيشتغل بطريقه صحيحه. والاشخاص اللي بيتعبوا هلا بفصل الشتاء، معظم هالاشخاص هول مشكلتهم هي مشكله مي، لانه ما بيكونوا عم بيشربوا كفايه كميه لجسمهم كرمال تيقدر يكون بنشاطه. اول سين هي وجع الراس، التعب، وجع الراس، واكيد قله الحركه كمان، مش يعني انه اذا ما تحركنا كثير يعني عم نخسر، ما عم نخسر مي كفايه. سو نقطه اساسيه هي شرب المي. هلا معظم الاوقات كمان برد منفضل يمكن ناخذ كحول اوقات اذا كنا بردانين تندفي حالنا، هيدي منا اذا الشخص بده يعمل سكي اكيد الكحول منا منيحه، مش بس لانه بتخلي الشخص منه كثير مركز، ولكن كمان لانه بتدهر المي من الجسم، يعني بتعمل ديزيدراتاسيون، يعني مثل القهوه كثير كمان اكثر من القهوه مفعوله على الجسم، ديوريتيك كمان الالكول، وحتى عشيه، يعني اذا خلص نهار السكي والاشخاص يمكن بدهم يتدفوا ينتبهوا اذا بدهم الكستنة منيحة بس الواين لحد معين اكيد، ننتبه على كمية المشروبات اللي عم ناخذها، وما ننسى مع الكيس اذا بدنا ناخذ كيس نبيد نشرب كمان كباية مي، يعني لكل كيس نبيد نحط حده كباية مي كرميل تا
نتفادى الجفاف، لأن يعني الجفاف ما بيضل بس ساعة أو ساعتين، بيضل لتاني يوم، وإذا مكملين الويك أند أكيد كمان كمية المي بدأت تنفقد حتى تاني يوم ورح نوعى تعبانين. دونك مهم كتير نكون عم ناخد حتى بفترة السقعة، وإذا كنا عم نعمل سكي ناخد كمية مي كافية. وللرياضيين اللي عم يعملوا سكي يعني أكتر من ساعتين لازم ياخدوا مش بس مي، كمان سبورت درينكس اللي بيحتوى على معادن وعلى جلوكوز. هلا رح نشوف ليش بتساعدهم أكثر، لأنه أكيد العضل بيكون عم بيستهلك كمية الطاقة اللي جاية هي من الجلوكوز من النشويات. سو مهم كتير إذا أشخاص عم يعملوا أكثر من ساعتين سكي يخلوا معهم بالسكادو أو يوقفوا ياخدوا بريك ويشربوا تقريبا كباية كل ساعة من المشروبات الديلوية، يعني ما تكون كتير سميكة. العصير منه أوبسيون منيحة لأنه فيه كمية سكر كتير عالية أكثر من ما هو بحاجة، أو يأخذوا عصير ويزيدوا له مي، أو يأخذوا مشروبات للرياضيين بتساعدهم أنه يأخذوا كمية المي اللي هني بحاجة لها. فكر بالولاد ناتالي، يعني فيهم بيطلعوا بيعملوا سكي مع مونيتورات وهيك، لازم كمان نوعيهم يشربوا مي، لازم الجورد تكون معهم دايما على ظهرهم، ولازم المونيتور يفكر أنه يعطيهم بعد ساعة تزلج يعطيهم بريك يقدروا على القليل يشربوا مي. كتير مهمة كمان بحاجة إلى الرياضيين اللي بدهم يعملوا سكي هي الكاربز أو النشويات الكربوهيدرات اللي هي ضرورية للجسم خاصة الصبح. يعني هلأ قبل ما نطلع على البيست السكي لازم نتروق، وخاصة ناخد نشويات، يعني موزة منيحة، ساندويش أكيد بيفيد، ساندويش مع أكيد جبنة، يعني خبز ونشويات وبروتينات مفيدة جدا للشخص اللي مقرر انه يقضي نهاره عم يعمل سكي. ليش؟ لانه اول طاقة بيستعملها الجسم هي هل مخزون اللي عنده إياه من الكربوهيدرات اللي هو الجلوكوز. وإذا ما كان إحنا بنعرف إنه بالليل ما بنأكل، دونك مثل كأنه سيارة معبين لريزيرفوار على النص، إذا عبينا ريزيرفوار على النص ما بتحمى، ما بتضايلنا كل النهار. وقت تضايلنا كل النهار لازم نعبي ريزيرفوار، دونك نتروق وناخد خاصة نشويات. نعبي بنزين مظبوط تتقدر تضايلنا أكيد كل النهار كرمال تنقدر بالنهاية يضل عنا طاقة لهالعضل يقدر يلبينا بالسكي. أوقات بس بدنا نعمل سبور ناتالي منخاف من الحرقة، منخاف من ريفلاكس، منخاف من كتير قصص، يعني مشان هيك ما بناكل منيح، ما بنشرب منيح، يعني صح. في كذا كذا فاكتور منخاف منهم، مشان هيك كل يلي عم بتقوليهم هلا يلي لازم نعملهم نطبقهم ما بنعملهم. هلا حسب شو الترويقه. اذا كانت كنافه هيدا سؤالي، اكيد اذا كانت الترويقه كنافه هيدي منا اوبسيون منيحه. ليش؟ لانه الكنافه بدها كثير انه على الطريق بياخذوا بياكلوا بيرجعوا بيطلعوا. صح يعني الكنافة بدها كتير وقت تنهضمها، والجسم وقت اللي بيكون عم بيهضم الأكل ما عنده نشاط، العضل ما بيعود بنفس النشاط لأنه بيكون الجسم مركز أنه يهضم الأكل، خاصة إذا كانت كنافة. اللي منقيش يمكن أحسن شوي، ولكن اللي فينا نعمله هو أنه نقسم المنقوشة نص، ناخد أول نص أول الصبح أكيد مع مي، أو إذا بدنا ناخد حليب ننطر على القليلة ساعة، يعني نتروق قبل ما نطلع تنكون هضمنا الأكلات نحن وطالعين. والنص الثاني فينا ناخده يمكن كغدا 11 على 12، بيكون صار ترم أنه نعطي لجسمنا كمية كربوهيدرات كفاية وبروتينات. دونك منكون هيك قسمنا الترويقة، تجنبنا الحرقة للأشخاص اللي يمكن بيعانوا من الحرقة ومن الانزعاج. أهم شيء ما يأكلوا كنافة، لأنه بالنهاية كنافة بدها على القليلة ساعتين ثلاث ساعات تنهضم، وهذا بيأثر على نحن كيف رح نقدر البرفورمنس تبعيتنا إذا عم نعمل سكي. ناتالي حكينا عن الترويقة،
تروقنا عملنا سكي، هلا بدنا نتغدى وبعدين بدنا نرجع نعمل سكي بعد الظهر. هلا قبل الغداء لازم دائما رياضيين التزلج لازم يخلوا معهم مصدر كربوهيدرات، يعني اذا ما بدهم يتغدوا بدهم يضلوا عم بيستفيدوا من نهارهم يخلوا لكن المي لنا او سبورت درينك، ويخلوا معهم يمكن موزه او السيريال بارز اللي بتعطيهم طاقه سريعه وما بتتقل تنهضم على المعدة. أهم شيء ما نكتر بالبروتينات، يعني يمكن في بعض المتزلجين بيفكروا أنه ياخدوا بروتين بارز اللي هي بار فيها نسبة بروتين كتير عالية، هيدا بيساعد يمكن العضل أنه يضل بنشاطه ولكن بيأثر على الهضم، البروتينات بدها وقت تنهضم وبالتالي ممكن انه يأثر على قديش نحن عنا طاقة وقدي عنا انرجي. دونك ما ناخد بروتين بارز، ناخد اكتر سيريال بارز يعني فيها نسبة نشويات وسكريات اعلى، لانه العضل بمرحلة الاكزرسيس او وقت اللي بيكون عم يعمل سكي بحاجة لسكر، بحاجة لكاربز وسريعين أكثر من البروتينات. البروتينات هلا بدنا نخليها لبعدين. أوكي. لكن فينا ناخذ معنا سيريال بارز، فينا ناخذ فواكه مجففة، زبيب، مشمش، لوز، جوز. اللوز والجوز ممكن إنه يكونوا أوبسيون منيحة، كستنا إذا باقي كستنا، لأنه فيهم نسبة نشويات منيحة. وما ننسى إنه المشروبات اللي بدنا ناخدها يا تكون مي أو تكون سبورت درينكس أو حتى عصير ولكن ديلوي مخفف بالماء. دونك إجا وقت الغداء، مهم إنه الغداء يكون خفيف، خاصة إذا بدنا نكفي بعد الظهر نتزلج، مثل ما كنت عم بقول يا منكفي المنقوشة اللي بلشناها الصبح أو بدنا ناخد ساندويتش خفيف، يعني يكون ساندويتش أو يمكن صحن باستا بدون دهون كتير وبدون بروتينات، يعني قطعة اللحمة أو قطعة الستيك أو الدجاج نخليها لعشية وقت اللي نكون خلصنا. هلأ هيدا ما بيعني أنه ما لازم ناخد لحمة أو دجاج أو يمكن أجبين على الغداء، بالعكس نحن بحاجة لبروتينات ولكن مش بالكمية الكتير عالية. اللبن هي مفيد جداً وحتى الحليب كباية شوكولا شو بتفيد أكيد، المهم أنه ما يكون كتير فيه نسبة دهون عالية، لأنه الحليب فيه أكيد فيه أكيد سكر، فيه اللاكتوز وبنفس الوقت فيه بروتين. أكيد المشروبات السخنة مرحب فيها بفصل الشتاء، منا أوبسيون عاطلة، ولكن ناخد معها يمكن حبة فواكه أو بركي ساندويش صغير تنكمل نهارنا بالسكي. رح ناخد وقفة ونرجع نكمل Eat Right. منتابع موضوعنا عن الغذاء وبفصل الشتاء، وخاصة بس بدنا نعمل سكي شو لازم نتروى وكيف لازم نتغدى. تغدينا عملنا سكي عملنا تلسكي تروقنا عملنا سكي وعشية بناكل أتقل شيء، مش أتقل شيء أكيد يعني الوجبة الأساسية. الوجبة الأساسية أهم شيء كرمال العضلات اللي اشتغلت بهالنهار هيدا ترجع تاخد طاقتها. مهم كتير أنه الوجبة اللي بدنا ناكلها عادة لازم تكون بالساعتين من بعد ما نوقف السكي. ليش؟ لأنه العضل بياخد أكتر شيء بروتين من الأكل بعد بين الساعة والساعتين من بعد السبور. سو مهم كتير أنه العشاء يكون بكير ما يكون كتير مأخر. ويكون بالعشاء اللي بدنا نتناوله كمية بروتينات، يعني فينا ناخد قطعة لحمة، قطعة ستيك أو حتى دجاج، سمك أكيد الأسماك محبس فيها حتى إذا كنا بالجبل، وما ننسى كمان مصدر نشويات. وهون لازم ناخد نشويات مثلا مثل النشويات الموجودة بالبطاطا، بالكستنا ليش لا؟ الكستنا هي ليش صحيح بطاطا مش باستا؟ الباستا لأنه الباستا فيها معظم الأوقات الباستا الموجودة ما بتحتوي على ألياف وقت اللي منكون بمراكز التزلج، ومهم كتير أنه النشويات اللي بدنا ناخدها تكون نشويات كومبلكس، يعني مثل البطاطا. هلا الباستا منيحة ولكن امتصاصها أسرع، فينا ناخد باستا، فينا ناخد بطاطا، فينا ناخد حتى الكينوا بطاطا امتصاصها أبطأ صح، فينا ناخد كستنا أكيد. أهم شيء ننتبه
إنه الدهون اللي بدنا ناخدها تكون دهون جيدة. يعني نفكر بالأفوكا، نفكر بالمكسرات، ليش لا، ننتبه على الكمية أكيد، لأنه المكسرات بسهولة فينا نتعدى الكمية الكافية لجسمنا. وما ننسى أكيد الخضرة، لأنه يمكن بالنهار ما أخذنا كمية خضرة كفاية، أخذنا فواكه، ندخل يمكن سلطة للألياف. وما ننسى نشرب ماء، أهم شيء هي كمية الماء اللي عم نشربها، لأنه المشكلة اللي بيعانوا منها كمان الأشخاص اللي بيقعدوا فترة بمحلات باردة هي الإمساك. تنتجنب هالمشكلة هاي لازم مش بس ناخد ألياف كفية، ولكن كمان نكون عم ناخد كمية مي كافية، وخاصة إذا كنا عم ناخد كحول ننتبه على الكمية، ودايما نحط حد كيس نبيت كباية مي تا نتفادى الجفاف. هيك مزبوط. هيك إذا تاني نهار بدنا نرجع نعمل سكي، ما نوع الصبح تعبينين ما عنا طاقة، لأنه المشكلة هي بعدم الطاقة. يعني وقت اللي ما بيكون عنا طاقة بتكون هي مشكلة جفاف معظم الأوقات، وهذا كمان بيأثر إنه ما نعمل كورباتور أو ما نعضل من بعد نهار سكي. Thank you Nathalie. مرسي إليك. مرسي على المعلومات. Bon weekend. وأنا رايحة أشرب ماي. مشاهدينا واقفة وبتكونوا مع connected.